بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثأره، العاملين بنهجه، والملتحقين بدرب الثائر إليه من أئمة الهدى، الناطقين بالحق من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. الظهور كما يفهم من الروايات يرتهن إلى ثلاثة عوامل. العامل الأول هو العامل المتعلق بنفس الإمام بأبي وأمي، وسيان في ذلك أن يكون هذا العامل مرتبطاً بإذن الله جل وعلا أو بما يقرره الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولكن هذا العامل ظاهراً يرتبط بالعاملين الآخرين ويتلازم معهما. العامل الثاني منهما هو طبيعة جاهزية الأمة واستعداد هذه الأمة لكي تحقق ما يريده الإمام في شأن مشروعه وفي شأن الوعد النبوي والإلهي من قبل ذلك بإيجاد مجتمع المستضعفين الذي يرث الأرض، أو بتعبير الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، بالمجتمع الذي يخرج الناس من الظلم والجور إلى القسط والعدل. وغني عن البيان أننا أكدنا في كثير من الأحيان أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بمحضه لن يحقق هذا المشروع، وإن كان يتسم بمزايا وخصائص هي خصائص الكمال في كل الاتجاهات، ولكن لوحده لا يمكن أن يقوم بعملية تحتاج إلى أمة وتحتاج إلى النصير والمعين. من غير هذا الفهم لا يمكن لنا أن نفهم غيبة الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء، وهذا الانتظار الطويل الذي وجدنا فيه الهدى ينتقل من إمام إلى آخر في مسعى لإيجاد هذه الأمة التي تكون جاهزة لنصرة الإمام الظاهر من آل محمد الناطق بالحق منهم صلوات الله وسلامه عليهم. والعنصر الثالث يرتبط بطبيعة أوضاع القوى المناهضة، القوى المضادة لمشروع
جاهزية الأمة ومشروعية حق الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء. ولذلك هذه التحليلات التي تأتي بعنوان الإمام متى يؤذن إليه يخرج، إن لم تقوم على أساس هذا الفهم لا يمكن لها أن تعطينا أي ما من شأنه أن نفهم حركة الظهور ومتى تنتهي حركة الغيبة لتشرع عملية الظهور، ثم متى تنتهي حركة الظهور لتنتقل إلى حركة الخروج، خروج الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء. وللأسف أستطيع أن أقول الكثيرين بل ربما الأغلب هم أولئكم الذين ينظرون إلى الإذن الإلهي أو إلى إذن الإمام بطريقة اعتباطية، بطريقة كيفية، على أساس أن الله قادر على كل شيء وهو محيط بكل شيء، وبالنتيجة متى يقرر تنتهي هذه الأمور. وقد يستغل البعض حديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن أن الإمام ظهوره بغتة، وكونه بغتة لا علامات ولا استعداد ولا جاهزية أمة ولا هبوط في عناصر وجود القوى المضادة، وإنما هو أمر مع الله سبحانه وتعالى وينتهي الأمر. لكن كونه مشروط بإذن الله علينا أن نفهم ما هو الشرط الذي وضعه الله لكي يؤذن بهذا الأمر حتى يتحقق الإذن الإلهي. هل أن الله سبحانه وتعالى أوجب أو أوجد أو أشار إلى سنن لا تتحقق إلا بناء على مواصفات وبناء على شروط، حينما يقول إن الله لا يغير ما بقوم؟ عملية التغيير هي الإذن الإلهي، لكن بماذا شرطها؟ شرطها حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه كلمة ما يغيروا ما بأنفسهم تشير إلى العنصرين الآخرين، العنصر الذي يرتبط بجاهزية الأمة، ولكن الحديث عن جاهزية الأمة دون النظر إلى ما يترتب على ذلك عند العناصر المضادة، عند القوى المناهضة، لا يمكن أن نقول بأن الأمة قد جهزت. أشبه ما يكون بإنسان يريد أن يخرج إلى التجارة ويريد أن يتاجر ويقول أنا قراري أني مستعد وأموالي أيضا هي جاهزة، لكن أن يخرج هو وماله من دون أن يرقب ما هو الأمر الذي يتاجر به، ما هي البضاعة التي يتاجر بها؟ قد يأخذ أي بضاعة وتخسر هذه البضاعة فتخسر التجارة ويخسر المال ويخسر نفسه. لكن ارتباط هذا الأمر بمعرفة القوى التي يمكن لها أن تؤدي بضر إلى العملية التجارية التي يقوم بها، عند ذلك يمكن لنا أن نرى العملية التجارية لا ترتبط بشخص الفاعل فقط، وإنما ترتبط بإيجاده للشرائط الموضوعية للنجاح، وأيضاً لمعرفته بكل الظروف التي تهيمن على السوق. وبالنتيجة حديثنا عن الظهور، عن الغيبة، عن الانتظار، يجب أن يقيد دوماً بالعناصر الثلاث التي أشرت إليها. لا يمكن لنا أن ننظر إلى عامل دون العاملين، ولا يمكن لنا أن نرى عاملين من دون العامل الثالث، بمعنى أننا لو رأينا انحداراً في مستوى القوى المضادة علينا أن نراقب ما هي جاهزية الأمة لكي تأخذ دور البديل عن هذه القوى المضادة. قد يكون هناك
انهيار في أوضاع القوى المضادة، ولكن قد يأتي عنصر آخر بعيد عن الأمة لكي يختطف الفرصة ويتحول هو بنفسه إلى عنصر مضاد لم يكن مرئياً من قبل ذلك. وقد أشرت قبل أيام إلى طبيعة ما قام به عبيد الله ابن زياد عليه لعنة الله حينما جاء الخبر بفقدان يزيد ابن معاوية في رحلته التي انتهت به إلى الموت المجهول. أين دفن؟ كيف قتل؟ لا يوجد من يعلم بذلك، لأنه ذهب يطارد فريسة، وحينما ذهب لم يأتي من بعد. لذلك حينما أصبح انهيار دولة بني آل أبي سفيان قد أصبح متداولاً، ما الذي حصل؟ مروان بن الحكم الذي سيأتي من بعد ذلك سيكون أحد الهاربين حينما جاء الخبر بأن يزيداً عليه لعنة الله قد انتهى أو قد ضاع أو أن حكمه قد أفل، خاصة حينما عرض الأمر على معاوية الثاني أو على خالد ابن يزيد، وأعرض هذا الرجل عن كل هذا الأمر. ما الذي حصل؟ عبيد الله ابن زياد يرى ذلك الهارب، ولو أنه لم يراه ربما لم يكن أي شيء، لم يكن إلا أن ترى الأمة أن حكم آل أبي سفيان قد انتهى. لكن عنصرا جديدا دخل، الأمة لم تكن جاهزة والاستعدادات لم تكن متوفرة. ما الذي حصل عندئذ؟ حصل أن يأتي عبيد الله ابن زياد ليقنع من كان فارا، تعال أنا أنصبك أمير على الناس وأنت استمر بهذا الأمر. وإذا بالطريد الهارب يتحول مباشرة إلى إمارة المؤمنين ويسير التاريخ بعيدا عن كل ما حاولت الأمة أن تبرق لحركة التاريخ في فلسفة التاريخ، أن تبرق بريقها أو ترسل رسائلها في شأن استعدادها. هي كانت قد ظلمت بقتل الحسين عليه السلام، ثم سبيت واستبيحت في وقعة الحرة في المدينة المنورة، ثم انتفضوا في مكة المكرمة فأحرقت الكعبة المشرفة وضربت بالمنجنيق. هذا كل عناصر مع أنه فيه ظلم كبير، ولكن يفترض أن يرفع في طبيعة استعدادات هؤلاء للثأر من الظالم الذي أدى إلى هذه النتائج. ولكن غياب هؤلاء، ترهل هؤلاء، توانيهم، عدم تعاملهم مع الأمر وفقا للشرائط الموضوعية وفقا لدقة الحدث والتزامات الحدث أدى بالفرصة إلى أن تضيع. وأي ضياع، ضياع بحجم أن يكون التاريخ من بعد ذلك مرير على هذه الأمة إلى يومنا هذا، منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. لذلك حينما نأخذ هذا النموذج في طبيعة فهم الأحداث وفي طبيعة فهم حراكات العوامل والشروط، عند ذلك علينا أن ننظر إلى الغيبة لا بعنوانها استراحة، وإلى الانتظار لا بعنوانه انتظار إلى المجهول، وإلى الظهور لا بعنوانه لا نعرف متى يحصل، وإنما ننظر إلى كل العوامل لأنها دخيلة بشكل موضوعي وبشكل جاد مع شأن الظهور الشريف ومن قبله مع شأن الانتظار وما يتعلق بشأن الغيبة المباركة. بناء على كل ذلك إخواني الأعزاء، اليوم إحنا قد نقرأ بالأحداث الكثير من الأمور التي تريح القلب بأننا على خطوة، بأننا على مشارف أحداث كبرى،
ولكن وقد نرى في هذا العامل أو في ذاك العامل ما يمكن لنا أن نتفائل بأن إذن الإمام بأبي وأمي أو الإذن الإلهي أصبح أكثر وأقرب في وجوده مما كان من قبل، بأن باعتبار أن شروط الإذن بدأت تتحقق. لكن ثمة عوامل يجب أن تلحظ ويجب أن تستقرأ ويجب أن تترقب. أنا أولاً أشير إلى أن بعض العلامات لم يأتي تفسيرها بعد، لا زالت غامضة. نحن نتحدث عن قرقيسية التي سوف تحصل فيها ملحمة لم تحصل منذ زمن آدم عليه السلام، لأن المعطيات لا زال قسم منها غائب عنا. لا يمكن لنا أن نقول بأننا أدركنا بالضبط لماذا هذه المعركة ستكون هي المعركة التي لم تحصل منذ زمن آدم عليه السلام. لكن طبيعة الأحداث، طبيعة الذي يراقب، يمكن أن تدخل معطيات لم تكن قبل لحظة، يمكن أن تدخل معطيات على الخط كانت غائبة أو كانت خلف الكواليس ولم يتم الانتباه إليها. بالضبط مثل إنسان يريد يحفر حتى يصل إلى الجانب الثاني من السد، من لا يوجد لديه الجانب الثاني من الجبل، من لا يوجد لديه قدرة على رؤية الأبعاد الثلاثة لهذا الحدث لا يستطيع أن يقول متى، ومع أنه قد يكون بينه وبين الثقب الأخير مسافة مليمترات. وأضرب على ذلك مثلا، قبل الحرب العالمية الأولى كانت أوروبا تعيش مخاضات وتعيش تناقضات ومشاكل كبيرة جدا، ولكن من ينظر يقول أن هؤلاء لن يتحاربوا ولن ينجر الأمر إلى من جرت إليه الحرب العالمية الأولى. لكن حدثا حصل لا في بال أحد ولا في تخطيط هذه الدول المتناقضة ولا في نظري حتى الذي فعل هذا الحادث، حينما جاء هذا الصربي وقتل المستشار النمساوي في خلده أنه يريد أن يثأر لقضية خاصة به. لكن الذي حصل ماذا؟ تحول الأمر إلى عود الثقاب الذي ينتظره برميل المتفجرات. في الوقت الذي تمت عملية القتل لم تكن ألمانيا منتبهة، لم تكن فرنسا منتبهة، لم تكن بريطانيا منتبهة، كل هؤلاء لم يكونوا منتبهون بأن حدثا يمكن أن يؤدي إلى هذا المسار المنحدر وإلى هذه السرعة الدراماتيكية في نشوء هذه الصورة التي نشأت بعد ذلك باسم الحرب العالمية الأولى. حدث حصل بشكل فردي لأسباب فردية بعيداً عن كل العوامل التي تنشئ الحروب، وإذا به يفجر كل التناقضات التي كانت تعتمل في داخل الساحة، ما أدى بعد ذلك إلى أن نرى هذه الوحشية وهذه الشراسة في الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك هذه الحادثة نفسها أسست للحرب العالمية الثانية، ثم أسست لكل المظالم التي جاءت من معاهدة فرساي على الشعوب التي كانت مستعمرة وتم تحويل استعمارها من البريطانيين، من الفرنسيين، من الإيطاليين، الدول اللي كانت مستعمرة قبل، إلى صاحبة الجلالة الذي انتصر في معركة الحرب العالمية الثانية، وأعني بذلك مارقة الروم وأعني بذلك أمريكا. هؤلاء انتصروا وإذا بهم ذهبوا ليحتوشوا كل غنائم الدول التي كانت مستعمرة. سلبت بريطانيا، سلبت فرنسا، سلبت إيطاليا، سلبت بلجيكا، كل ما كانوا قد استعمروه، هولندا كذلك،
انتهى الأمر إلى حوزة أمريكا، وها نحن اليوم ننظر إلى طبيعة كل هذا المسار من خلال حادثة واحدة دخلت على الخط فجأة وأسست إلى كل هذا التاريخ. هل يا ترى نحن في صدد انتظار هذا الحدث الذي يمكن له أن يجعل الإذن الإلهي متيسراً ويجعل جاهزية الأمة متحققة ويجعل عوامل المناهضة في إطار الأفول وفي إطار النزول وما إلى ذلك؟ واجبنا في جملة ما ننتظر هو أن ننتظر الرحمة الإلهية، أن ننتظر المدد الإلهي، أن ننتظر التأييد الإلهي والرعاية الإلهية. ولكن هذا المدد وهذا الإمداد وهذه الرعاية وهذا اللطف، هل أنه بلا شرط أم أنه مشروط أم أنه مبتني على أساس عوامل موضوعية؟ إن تحققت يأتي الإمداد الإلهي. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن تنصروا الله، جعلها شرط لينصركم. تريدون النصر الإلهي، تريدون الفلاح الإلهي، الإمداد الإلهي، كل ذلك مرتبط بطبيعة جاهزيته. ولذلك هذه الجاهزية علينا إذن أن نراقبها بهذا الاتجاه. تارة جاهزيتنا في أنفسنا أولا، جاهزيتنا لإمامنا ثانيا، أو دعني أقول هذه أولا وتلك ثانيا، وجاهزيتنا لمقاومة عدونا والصبر أمام إجراءات العدو. لطالما فكرت لماذا السفياني سيكون آخر حلقة في استعدادات الأمة وفي جاهزية الأمة. ما هو هذا الحدث المرتبط باسم السفياني لكي يكون الحلقة الأخيرة؟ هذا التسلسل هو ضمن طبيعة مسار الإذن الإلهي، يؤذن لكم حينما تمرون بهذه المراحل وبهذه المحطات. ولم أجد إلا أن الأمة عليها أن تقدم الدليل الأقوى على استعداداتها لتحمل الدرس الأقوى، لتحمل الدواء الأقوى، لتحمل العملية الجراحية الأقوى. قلنا سابقا أن السفياني، الشيصباني، كل هذه الرايات المضلة أو الفاسقة أو الفاجرة أو ما إلى ذلك، كلها بالنسبة للأمة جهاز لإثارة حراك جهاز المناعة الداخلية. هذه الفتن، هذه الآلام لا تأتي انتقاما إلهيا على المؤمنين. الله لا ينتقم من المؤمن، الله يرحم بالمؤمن، ولكن يريد له أن يعلو في همته، في استعداداته، في بصيرته، في تحمله إلى العناء، وأيضا في طبيعة نظرته إلى العدو تشخيصا واستعدادا وثباتا ومضاء وما إلى ذلك. في هذا الصدد، إذا كان الأمر بهذه الطريقة، إذن أين نحن؟ كيف يمكن لنا أن نقيس أوضاعنا الحالية بناء على المفردات الثلاثة؟ هل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى في هذه الأمة جاهزية؟ حينما نريد أن ندرس هذا الأمر علينا أن نسائل، هل أن الأمة أدركت من هو عدوها؟ باعتبار أنت إذا ما شخصت من هو العدو، ذاك الوقت شنو الحديث عن جاهزيتك؟ قد يجي تاجر يقول أنا هيأت $1,000,000 وأنا أدخل إلى السوق بسيولة مالية عالية، لكن ماذا بشأني من يريد أن يضادك $10,000,000؟ شنو اللي راح يصير؟ راح يصير أن عزمك لن يؤتي ثماره، وتوقعاتك، آمالك
تحتاج إلى المزيد من الاستعداد حتى تصل إلى النقطة التي تدحر بها صاحب 10 ملايين. في قصتي أن هذه الجاهزية تحتاج أن تقف في قبال كل الظلم والجور الذي في العالم. انتبهوا، المشروع احنا سبق ان قلنا ان مشروع الامام صلوات الله وسلامه عليه مبتني على اساس اخراج كل العالم من كل الظلم والجور. لذلك جاهزيه الامه المطلوبه هي جاهزيه في قبال كل هذا الظلم والجور. ونظر الامام بابي وامي الى جاهزيه هذه الامه لن يكون مرتهنا بالنظر إلي لوحدي أو إليك لوحدك، أو أننا نجزنا العملية العبودية لله سبحانه وتعالى بالصلاة الفلانية والسجدة الفلانية والدعاء الفلاني والمكوث في المكان الفلاني أو ما إلى ذلك. ومن هنا يتراءى لنا أن التكليف العمل في بناء الذات لوحده لن يؤدي المطلوب كما قد يتصور البعض، لأننا وجدنا أن بعضا من العوامل أو من العناصر التي حسبنا لفترة بأنها كانت مستعدة وإذا بها في اللحظة المطلوبة تكشف عن عدم استعدادها. يوجد شاعر كان له شأنه المتميز في حرب صفين اسمه عبد الله ابن الحر الجعفي. هذا الرجل شاعر ولسانه ذرب طليق في طبيعة نصرة إمام الهدى صلوات الله وسلامه عليه. التقى به الحسين صلوات الله وسلامه عليه أثناء إقباله إلى كربلاء، طلب منه النصرة. وهذا الجعفي يقول بأني كنت حريصا على أن لا ألتقي بالحسين، كل هذه الفترة أنا أهرب من منزل إلى منزل، المنزل يعني المناطق أو المدن اللي على طريق الصحراء، كنت أهرب من مكة حتى لا أجتمع مع الحسين. بعد ذلك كشف الحال، يا ابن رسول الله أنا لا أستطيع، ما أستطيع. فكل اللي قاله الإمام صلوات الله وسلامه إذن ابتعد ولا تسمع لنا واعية. هذا اللي كان يتصور ربما في داخله أنه أصبح مستعدا وإذا به في ساحة النزال، حسبه 72-82 إيش قد ما يكون هذا العدد في قبال هذا الجيش المترامي، ماذا يمكن له أن يفعل؟ في ذاك الوقت حميدان اللي نزلوه للميدان قال أنا ما أقدر، وانسحب وانتهى كل شيء. أنا ذاكر أكثر من مرة قصص حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت اللي يقرأ شعره في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله يتصور بأنه هو الفدائي الأول، لكنه في وقت المعارك كان يعطى سيفا من خشب، وكان يختبئ وراء عاتكة بنت عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، عمة الرسول صلى الله عليه وآله، كان يختبئ وراءه. مع أنهم من تقرأ لسانه تقرأ شعره تقرأ فوران في طبيعة النصرة وفي طبيعة الحماس والهياج من أجل نصرة رسول الله. لذلك إحنا ما نقدر ننظر في هذا الصدد، ما نقدر ننظر إلى العامل الذاتي لوحده، يجب أن نقرن العامل الذاتي بالقضيتين معا. أنا رحت جهزت نفسي، عملت بالتكاليف العامة، صرت خوش آدمي، التزمت بكل ما يمكن أن يؤدي إلى العمل الصالح، لكن حينما لا يكون لي دور مع الأمة التي يراد لها أن تجز، ما الذي يحصل؟ عملت بالتكاليف العامة ولكن نسيت شرطا يضاف إلى التكاليف بشكل تلقائي. أنت لست وحدك، وإنما هناك حق لك وحق عليك. هذا الحق اللي إلك
علي واللي على الآخرين تجاهك، لكن أكو إن حق عليك في أن تكون معنا، في أن ثمة جبهة فتحها الإمام الباقر عليه السلام في زيارة عاشوراء حينما قال إني سلم لمن سالمكم. هذه الجبهة جبهة من سالم آل محمد، يجب أن أرى دوري في داخلها ماذا؟ نصرة ولحمة وتوعية وتبصرة ودفاعا وما إلى ذلك. يجب أن يكون وجودي في داخل هذه الجبهة مبني على أساس الواجب الذي لا يتأتى من حالة الواجبات الشرعية. إني سلم لمن سالمكم قاله الإمام بأبي وأمي، ولكنك لا تجده بالضرورة مفصلا في الكتب الفقهية، وإنما نتيجة لارتباطي بالحسين أنا الذي ذهبت وعهدته على ذلك، أنشأت في داخلي واجبا لم يوجبه علي الفقهاء، وإنما أوجبه علي الولاء، أوجبه علي الانتماء، أوجبه علي الحب للحسين أو الحب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت أشار إلى الجبهة الأخرى، ثمة واجب غير التكليف، أشرنا إلى ضرورة الانتماء إلى المجتمع الصالح، في مقابله ثمة جبهة أخرى، وعدو لمن عاداكم. يجب أن أعرف من هو العدو، ويجب أن أعد وأستعد وأصابر هذا العدو وأجابه هذا العدو بغية الوصول إلى الجهة التي ننتصر بها على هذا العدو. انظروا إلى الأمر قبل 2003، ما هي حركة العدو كانت؟ كانت صدام. من وصلنا إلى 2003 الكثير صوروا العداء انتهوا، لكن بعد ذلك بدأت الأيام تخرج لنا عدو من بعد عدو، جبهة من بعد جبهة، مجتمع مضاد من بعد مجتمع مضاد، عنصر مضاد من بعد. ثم اكتشفنا أكو نفاق في الداخل، أكو مشاكل من أناس هم ما يعبر عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بجهال الشيعة، وهناك عناصر متعددة وكثيرة جدا. من هنا حينما نقول بأننا أصبحنا على جاهزية من دون أن نرصد هذه العوامل، لا يمكن لنا أن نقول بشكل دقيق لأنفسنا أننا أصبحنا جاهزون. في هذه الأيام في هذا الأسبوع قبل 3 أيام كان هناك خبر، أعتقد ربما قرأ الأخوان انتبهوا إلى ما انتبهوا إلى، لكن هذا الخبر أضاف لنا معطيات جديدة لم تكن حينما حللنا أصل الخبر. العلامة تتحدث عن أن مارقة الروم ستأتي لكي تنزل وين؟ في رملة فلسطين. أشرنا إلى أن هذا الحدث سابقا في أحاديثنا السابقة، قلنا هذا الحدث لن يتأتى إلا من خلال وجود ضعف كبير في جاهزية الكيان المغتصب لفلسطين، عند ذلك يحتاج إلى نجدة من قبل المارقة الروم اللي هم الأمريكان. الخبر قبل 3 أيام أو 4 أيام تتحدث بنفس إسرائيل في تحليل لأحد مراكزهم الاستراتيجية، يقول أن الضعف اللي موجود الآن في بنى الدفاع الصهيوني قد يؤدي ببايدن إلى أن يرسل قوات إضافية لكي تعوض حالة الانهيارات في داخل البنية الدفاعية للصهاينة. هذا الخبر ما كان موجود بهذه الطريقة لما حللنا الأمور. اليوم احنا عندنا صورة أن الكيان المغتصب، الكيان الزائل، هذا الكيان يعاني من معضلة قبل 3 أشهر ما كنا شايفين.
اللي هي معضلة الانقسام الداخلي حول قانون التعديلات القضائية وما إلى ذلك. التعديلات القضائية كل هذه الفترة نسمع أنه العدد الفلاني من الضباط قالوا إحنا من نشترك، العدد الفلاني من الطيارين قالوا إحنا من نشترك، بعد من أدي الدور؟ أمس كان خبر لافت جدا، نائب القائد العام للقوات البحرية الصهيونية رفض الانضمام إلى موقعه بناء على مشكلة التعديلات القضائية. فإذا كان نائب القوات البحرية في هذا الظرف اللي لا يوجد أي إنسان يقرأ يوميات بني صهيون في هذه الفترة إلا ويدرك بأنهم يعانون من أزمة كبيرة اسمها الخوف من محور المقاومة ومن المحور المضاد لوجود هؤلاء. هذا الخوف قبل كنا نحلل ونقول إن شاء الله النار اللي أوجدت في لبنان، النار اللي أوجدت في غزة، النار اللي أوجدت في اليمن، في العراق، في إيران، هذه النيران تبدأ لتأكل ركام بني إسرائيل. لكن اللي الآن إحنا أمام معطيات جديدة جاءتنا من أين؟ جاءتنا من داخل الكيان. ما كان أكو خبر عن التعديلات القضائية أو يمكن لهم أن يصلون إلى هذا الأمر، لكنهم وصلوا. والسؤال إذا كان العدو بدأ ينهار، ترى جاهزية الأمة إلى أي مستوى وصلت؟ نقرأ في طبيعة فكر هؤلاء بأنهم يدركون أن قوى الردع لديهم أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه من قبل. إذن الجاهزية ارتفعت والعدو بدأ يرينا نقاط الضعف. خلال هذا الأسبوع كانت مشكلة بين الصهاينة أنفسهم، ابن نتنياهو طلع صرح تصريحات شديدة اللهجة على القوى العسكرية وانتقد نتنياهو على ذلك، وحاول نتنياهو أن يرسل رسالة يفترض أن تبقى مخفية، ولكن الأمر أنه تكشف بعد ما يقدر هذا. عمي انتو جاي تحكون بحكي جاي يضر بقوة الردع عندنا وجاي يعطي أمل للعدو في أن يقتنص الفرصة. اليوم شنو ينتظرون الجماعة؟ شنو اللي يترقبون؟ مو يترقبون أنه هم إذا هاجموا لبنان يمكن لهم أن يوصلون إلى الهدف الفلاني والهدف الفلاني وما إلى ذلك. اليوم خايفين أنه محور المقاومة هو الذي يهجم وأي مستوطنات سيأخذ. قصة انتقلت إلى شيء. نعم خبر مفرح جدا في أن يصلون إلى هذا الأمر، لأنه يعرب لنا أن الجاهزية تجاه العدو أصبحت أكثر من ذي قبل. قبل ما كانت عندنا صواريخ دقيقة، الآن أصبحت. قبل ما كانت عندنا مسيرات، الآن أصبحت. قبل ما كانت عندنا الأسلحة بالطريقة الفلانية، الآن أصبحت. وأصبحت تباري الأسلحة المقابلة وتتغلب على هذه الأسلحة. اليوم هذا الأنين والصراخ اللي موجود عند الأمريكيين إلى هذه المفاوضات الأخيرة اللي جرت بين الإيرانيين وبين الأمريكيين عبر قطر وعبر عمان، في داخلها أكو توسل أمريكي تعالوا خلصونا من هالطيارات وإحنا مستعدين نرفع العقوبات. هذا قبل ما كان. هذه المعطيات إخواني الأعزاء تارة نريد نحلل بها الأوضاع، وجاي توجهنا إلى أن الأمر جاي يصير باتجاه الآفاق التي طرحتها علامات الضغط. اليوم إذا نريد نفهم معادلة أهل المشرق والحق الذي يطلبونه وما إلى ذلك، أصبح في قدرتنا أن نفهم أفضل مما كان في السابق. لذلك التساؤل هنا، عدونا يسير في قطار النازل، سواء كان هذا العدو أمريكا، الصهاينة، النفاق العربي، طبيعة الأحقاد الطائفية، الأحقاد الناصبية، داخليا، خارجيا، إقليميا، هذا لا شك ولا ريب أنه يسير في إطار القطار النازل. ولكن ماذا بشأنية جاهزية الأمة؟
هذه الأمة كم أصبحت جاهزة لكي تنال الفرصة وتحقق هذه الفرصة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى مالك الأشتر قدس الله روحه الشريفة في رسالته يقول له: وإن أخ الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه. إحنا تحدثنا أكثر من مرة عن مبدأ من نام لم ينم عنه، إشارة إلى جاهزية العدو، لكن شوف جاهزية الأمة وين؟ وإن أخ الحرب الأرق، أي أن المجاهد اللي يريد يحارب يجب عليه أن يمارس السهر، مو لأجل السهر، مو لأجل الأرق، وإنما لأجل المشروع. سهر من أجل المشروع، أرق من أجل عملية الجهاد الذاتي والجهاد لجاهزية الأمة وطبيعة التكامل في داخل هذه الأمة. اليوم احنا امام صورة اشرت الها في الاسبوعين الماضيين، لكن من نعم الله ان الصورة تثرى في كل يوم، جاي تثرى شيئا فشيئا. تدرون احنا قبل 3-4 اسابيع ما كنا منتبهين الى افريقيا شنو اللي جاي يصير بها. دفعة واحدة ذا انقلابات، وانقلابات شرسة ومباشرة باتجاه الغرب، طرد للغرب وتحمل مسؤولية الالتزام بالقضايا الأخلاقية والقضايا العرفية في داخل هؤلاء وما إلى ذلك. حتى الذين يوالونهم بدأوا يرفضون ما يطلبونه منهم. هذا الأمر ما كان موجود عندنا في السابق. اليوم تحول الأمر إلى أن العدو يفكر بالانتقام من هؤلاء الانقلابيين، ثم يبتدئ بالتردد، وشوية شوية إلى أن القضية تروح إلى أنه خلنا نتحرك دبلوماسيا وخلنا نشوف شنو تجي الأيام وما إلى ذلك. هذا التعبير تعبير عن أن ثمة طارئ طرأ على الحدث أضاف لنا معطيات جديدة. مشكلة المحللين أخواني الأعزاء، سواء المحلل السياسي تسمعون كثيرا في التلفزيونات يخرجون يحللون أشكال وأرنك، هسه ذول المحللين مرات يعطون معطيات كاذبة. هو صادق من يريد يحلل صادق، لكن المشكلة هو قائم على أساس معطيات كاذبة. شي يصير به كل اللي يحلله وينتج عنده غير دقيق وغير صادق. قصة مثل قصة أم قصر اللي شفتوا شلون صنعوا من عدها كأن العراق اجتاحت الكويت وأخذت الأول والتالي وانتهت الأول، مع أن الحدث لا وجود له بتاتا، ما إلى أي وجود. إيش قد سمعتوا تحليلات، إيش قد سمعتوا تهريجات وما إلى ذلك. في قصة مصفى بيجي أعطيت هذه هؤلاء المحللين أعطوا خلال تلك الفترة لعله قرابة يعني بين سنة 2015 أو 2016 إلى يومنا هذا يهرجون أن الحشد هو اللي سرق مصفى بيجي. بعدين وانت بين مصفى بيجي عد اللي يهرج أن مصفى بيجي سرقوه الحشد. بس البعض يتندر يقول لقينا المصفى، بعد نكون نروح ندور الثلاجة اللي شنعوا عليها في قضية تكريت وما إلى ذلك. أيا ما يكون هنا عندنا معطيات كاذبة. هذه المعطيات الكاذبة إذا ردنا ندخلها في علامات الظهور شنتج عندنا تحليل غلط، وما راح نفهم طبيعة هذه العلامات. لكن إذا اجتهدنا في معرفة المعطيات وإدراك ما يوجد في هذه المعطيات، ذاك الوقت نعرف وين ندخل هذه الإضافات في الأحداث على الخريطة الزمانية والمكانية. احنا تحدثنا عن حرب ما بين الروم نفسهم، هرج الروم، وحللنا وحللنا وما إلى ذلك. لكن اليوم من بولندا تجهز جيش من 100,000 مقاتل. قبل أسبوع ما كانت تفعل هذا الأمر، قبل أسبوع ما كانت في هذا الحال، ثم تجي الأحداث تقول لنا ذولا جهزوا 100,000. مولدافيا، إستونيا، لاتفيا، هذه الدول كلها تتحرك بسرعة كبيرة لإعداد جيش أو ل
حالة استيراد أسلحة وأعتداء وما إلى ذلك. ما الذي يلجئهم إلى ذلك؟ شنو اللي جرى؟ ما سبق أن قلناه أن هذه الحرب الأوكرانية ستؤدي بتبعاتها إلى أن تنجر أوروبا واحدة من بعد الأخرى. حينما تحدثت عن أن قصة فاغنر، يتذكر بعض الأخوة اللي كانوا حاضرين، أنها كانت أخدوعة من الروس، تصوير فاغنر بأن هؤلاء خونة متمردين. قلنا كان الغرض من هذه العملية أن يتم إدخال هؤلاء إلى بيلاروسيا بدون ضوضاء، بدون أن تكتشف بولندا وحلفاء بولندا بأن هؤلاء جايين راح يستقرون قرب الحدود، وأن يجون يستقرون قرب الحدود، ما جايين يلعبون، هذه شركة وهذه أموال، ما راح يخلوهم هكذا كيف ما اتفق. بعد البقتة أرسل للبعض انتقادات أو تعليقات، أنت تتكلم كيفك، عملية تمرد وتحدث عنها الروس وبدأوا يعاقبون إلى آخره. لكن مرة واحد يفهم الحركات السياسية وكواليس الحركات السياسية، ومرة واحد قدام الصورة فقط، وأنا ناصح كثيرا أخواننا الأعزاء أنه لا تصدقون بالصورة الأولى، لا تقفون عند الصورة الأولى، الصورة الأولى ما تعطيكم إلا جزء بسيط من الحقيقة، أما الحقيقة وراء الصورة شكو، وخلفية الصورة شكو. اليوم اللي ما مصدقين بقضية الجندر وبعدهم يتحدثون أنه القضية علمية وما إلى ذلك، هذول ما شايفين خلف الصورة شكو، خلف التعريفات شكو. تعريف يمكن إلى أن يأخذ صياغة علمية، لكن مخارجة وين؟ بيا رافد، بيا شط، بيا بحر، هذا راح تروح هاي المخرجات. من الواضح جدا أنها ستصب في أتون معركة التطبيع مع الانحراف الجنسي، مع الشذوذ، ومع كل هذه العوالم اللي أرادوا بها أن يمسكوا خلق الله جل وعلا. والآن للأسف حقيقة يعني أنا يمكن إلي أن أقول بعض هؤلاء ما يدري شنو القصة، مغرر بها، قد يعتقد أنه هو ينظر إلى معطيات العلم الحديث وما إلى ذلك ويوصل إلى هذه القضية. لكن بعض اليساريين اللي الآن جاي شايلين راية أنه فلان وفلان جاي يعملون على تجهيل الأمة وما إلى ذلك، حقيقة أنا خلال هذه الفترة لما نشرت تغريداتي أقدر أقول المئات من كتبوا يسبون ويشتمون، حتى بعضهم مساكين أصلاً ما يدرون شنو القصة، من طبيعة كتابته، طبيعة إملائياته، تعرف أنه هذا ما عنده ذاك. لكن القدر المتيقن بعض هؤلاء ما يدري شنو القصة. طبيعة المحلل عليه أن ينظر إلى آخر الطريق مو إلى أول الطريق، أول الطريق ما راح تكتشف به شيء، لأنه آخر الطريق يعني أن تتجاوز الصندوق الأسود اللي موجود ما بين الأول وما بين الأخير، أكو كمية مجهولة من المعلومات لن تصل إليها إلا أن تصل للأخير، ما يعبر عنه بالصندوق الأسود المجهول، المعطيات المجهولة في هذا يعني في هذا الاتجاه. الآن لما ذول بدوا يستعدون، قصة حرب 100,000، هذول 100,000 يعني ميزانيات كبيرة، أن يجون يتحدثون بأنه راح نشتري، طلبنا من الدولة الفلانية، طلبنا من الدولة الأخرى السلاح الفلاني، العتاد الفلاني، ما إلى ذلك. ما جاي نتحدث عن إنسان جاي يجمع نوى، وإنما جاي نتحدث عن آليات لإشعال النيران أكثر من ذلك. قصة نار لا يقوم لها شيء بقيت تتعزز شيئا فشيئا. اللطيف هنا أنا ماذا لو أنه في خضم هذا الأمر جانا فد مسودن جديد، بس احنا قبل نقول هذا ابو كوريا الشماليه
في أي لحظة يمكن أن تعبيرنا يشمع الخيط وبالنتيجة يقلب. اليوم أبو لبنان بيلاروسيا صار له 3 أيام يقول إحنا مع أي حدث يصير علينا نستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، يعني قنبلة صغيرة. طبعاً أمريكا القنبلة اللي ألقتها على هيروشيما تسميها القنبلة الصغيرة، قنبلة تكتيكية. اللي رموها على ناكازاكي بحجة أنها تضرب المنطقة ما بين المصنع الفلاني والمصنع الفلاني. هسه فدوى لك، راحوا 80,000 قتيل في لحظات ما يخالف، هذا تعبيراتهم. الحقيقة خلال هذه الأيام بمناسبة ذكرى هيروشيما شفنا بكل صلافة بايدن يروح إلى نفس المدينة يحتفى به ويرفض الاعتذار. هسه هذه بجانب، اللي يؤلم مو هذا، اللي يؤلم أن يخرج بعض اليابانيين المذبوحين المقتولين، وهذه قصة احنا نشوفها في واقعنا، يخرج هؤلاء يبررون زين أمريكا سوت، لأنه إذا ما ضربتنا بالقنبلة النووية راح نكون بعد الحرب العالمية مستمرة. المظلوم يبرر لظالمه. اليوم ايش قد عندنا احنا هذا الامر موجود، وهذا نموذج اللي يدعي انه يريد العفاف لاسرنا، العفاف لاولادنا لبناتنا، وهو حامل رايه الجندر بعنوان قصه علميه، ويصدق ببلاسخارت من تقول هذه التعريفات مقبوله عالميه. خير إن شاء الله، مقبولة عندكم، نحن نرفضها جملة وتفصيلا. أخرجتني هذه المعطيات، بس ردت أشير إلى أنه في أي لحظة قد تدخل معطيات جديدة تأتي من من؟ تأتي تارة من الله سبحانه وتعالى إمدادا، وأخرى تأتي من يخربون بيوتهم بأيديهم. هذه بأيديهم اليوم جاي نتلمسها، مو بس باليهود، رغم جاي نشوف أن اليهود جاي يخربون بيوتهم، لكن أيضا في كل هذا العالم جاي يخربون. أما الحديث عن جاهزيتنا اليوم، إحنا أخواني الأعزاء بدت أفترض اليوم مواكب البصرة تستعد للتحرك إلى كربلاء، ومن بعد البصرة ستلتحق العمارة وذيقار وبقية المدن الكريمة. في داخل هذه المسيرة يمكن أن نكون عوامل لإثراء جاهزية الأمة، لأن هذه المسيرة في واحدة من التخطيطات المؤكدة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنهم أودعوها من المحتوى ومن المعايير ما من شأنه أن يرفع الجاهزية. لا تنظرون إلى القضية بمجرد مشات، لا تنظرون إلى القضية بعنوان أن هؤلاء ذاهبون إلى الزيارة فحسب. بعد الزيارة وخلف الخطى الماشية ثمة مخطط أعد لهؤلاء. وسبق إلي أن قلت لكم الإمام الصادق عليه السلام حينما قال: من زار قبر جدي الحسين ماشيا فله في كل خطوة كذا وكذا وما إلى ذلك. حينما قالها يمكن اللي أنجزوا هذه القضية في وقته 1 و2 و3، لكن اليوم نشوف الملايين هذه من وين جاية؟ جاية من ذاك 1 و2 و3، جاية من وراء مخطط الأقدام التي مشت، دفعوا ضرائب، دفعوا تضحيات، جزاهم الله خير الجزاء من مهد لنا هذا الطريق، لكن هذا الطريق هو الآخر يمهد للأمة التي ترتفع عندها الجاهزية إلى أعلى المستويات. نصيحتي لإخواننا الأعزاء،
في داخل هذه المسيرة ثمة أمر لا أستطيع أن أقول أن الإمام يحبه، وإنما لو قلت بأنه يتمنى دوما أن يكون حال الشيعة كهذا الحال ما بالغت أبدا. حالة التراحم، حالة الشعور بالمسؤولية بطريقة ذاتية، بطريقة ما بها تكليف من أحد. الطفل من يخرج، البنت من تخرج، الكبيرة بالعمر من تخرج، المريض من يخرجون بناء على شعورهم بالمسؤولية. هذا الشعور من وين جاي؟ أحزاب أملته؟ حملات دعائية أوجدته؟ تكاليف فقهية أملته؟ كلهن ذني ما تلقوه، ما لهن وجود. من اللي أملاه؟ أملاه ما كانوا يعيبون علينا، أن هذه المسيرات كلها عواطف، ما لها قيمة، ما الكذا، الناس منا يجي يلطم ومنا يطلع يمارس القضية الفلانية والقضية الفلانية. لماذا لا تنظرون إلى هذا البعد؟ من الذي أوجد إنفاق مئات الملايين من الدولارات على شيء لا يترك له للمنفقين أثراً، ما حد يعرفهم وما حد راح ينظر إلهم بعين من يقوم؟ تدرون أنتوا ربعنا ما شاء الله إذا تبرع له بعشرين فلس ينشر له مئة إعلان وبوستات ممولة وما إلى، ترى أنا تبرعت عشرين فلس. اللي يقدم له صحن هم يكون يصوروه بمئات الصور، ترى جاي يقدم صحن وما إلى ذلك. اللي يفعل كذا يفعل كذا، هؤلاء يقدمون يدهم اليمنى لا تعرف بما يوجد باليد اليسرى. هؤلاء يضحون، يعبرون عن نكران الذات بطرق واقعا إذا قلت عجيبة أنا مخلل الكلمة، طرق ما كانت مشوفة يمكن لك أن تشوفها في مجتمعات الأنبياء والصالحين الكبار. أن الإنسان، إحنا نتعجب أنه محمد ابن أبي عمير قدس الله روحه الزكية حينما أخرج من السجن، سجن هارون العباسي لعنة الله عليه، حينما أخرج وهو التاجر الكبير المتمول الكبير، أخرج وقد صودرت كل الأموال اللي عنده، جاء أحد أصحابه يطلب فلوس، جاب له مال، قال له من وين جبته؟ قال له بعت بيتي حتى أوفيك لأنه أنت في حال لك هذا الوضع. تدرون هذا هو في ضنك شديد جدا، ما عنده أموال، واللي عنده وراحت الأموال من عنده، مو مثل اللي ما عنده وهو بقى ما عنده، هذا عنده التزامات والناس تنتظر ما إلى ذلك. وإذا به يقول له خذ مالك وعد إلى بيتك واشتريه. ليش؟ لأنه أكو بالفقه أن المديون ما يبيع بيته، ما يلزم ببيع بيته. هذا الالتزام في الشدة هو الذي يعبر عن تحمل المسؤولية. أكو رواية عن الإمام التزم بها محمد ابن أبي عمير طاعة لإمام زمانه. اليوم إحنا هذا العمل اللي جاي يؤدى في الطريق سواء من الخدام من الزوار ينتظر من يؤطر له الإطار الذي يجعل هذه الزيارة تتحول إلى مسيرة تعبئة لجيش. هذه المسيرة لا تنظرون إلها مجرد عواطف، هاي العواطف إحنا شفناها في جبهات القتال، شفناها شلون تتمرد على الموت، وشفناها شلون تتحدى المفخخات، وشفناها شلون تتحدى كل ما كانوا يهددوننا به. وبعد ذلك شنو اللي صار؟ هزمت المفخخات، هزمت العبوات، هزم القناصون، وهزم مشروع أمريكا، وهزمت الحرب الطائفية، واستسلمت الجميع. السبب وين؟ أن الأمة ارتفعت. مثل هذه المسيرة روحوا اتجهوا إلها
وبلغوهم أكو عين راعية إلها تراقب تنتظر تتأمل منكم أن تكونوا مؤهلين لنصرة الثأر للحسين عليه السلام. لا شك أن هؤلاء لو قيل لهم أن هذه الساعة فيها تحقيق لثأر الحسين، مو ذول ال 15 مليون وال 17 مليون بس، راح تجي أضعاف مضاعفة من الملايين من أجل أن تسند هذا الأمر. ريحال أكتفي بهذا القدر، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صلِّ